يصح إن شاء الله الثمن ديال الفائض ديال الرياضيات إذا الأنشطة الداعمة. ماذا يمثل الرقم 6 في كل عدد من الأعداد التالية؟ إذا احنا كنا شفنا تتكون من المثال الأول أن في العدد 467.83 كيمثل لي الرقم 6 رقمه العشرات بطبيعة الحال، لأن هنا هذا الجزء الصحيح بوحده وهذا الجزء العشري بوحده، كنتعاملوا مع الجزء الصحيح بوحده والجزء العشري بوحده. هذا الصحيح كيكون الرقم الأول هو رقم الوحدات، واللي قدامه العشرات، واللي قدامه المئات، واللي قدامه رقم أجزاء الألف، مثلا كان عندنا عدد كبير. واللي يمر الفصيلة كما قلنا في القسم وكما قلنا وعاودنا، هذا الأول كيكون هو رقم الأعشار، واللي قدامه رقم أجزاء المئة، وإلا كان هذا واحد ثالث كيتسمى رقم أجزاء الألف. إذا هنا العدد الثاني 28.69، 6 هنا ورقمه الأعشار، يعني جاء قدام الفاصلة مباشرة 800.06، هنا رقم 6 جاء رقم أجزاء المئة، 16.9 رقم 6 هو رقمه الوحدات في الجزء الصحيح، لأن 6 راه في الجزء الصحيح ماشي في الجزء العشري، 30.006 رقم 6 هنا هو رقم أجزاء الألف. فكك كما في المثال، يعني 5.7 إذا كتساوي 5 + 0.7، لأن باش نحافظو 7 هي رقم الأعشار كتجي قدام الفاصلة، تساوي 5 + 7/10 رقم، بما أن 7 هي رقم أعشار كنديرو لها 7/10 بكل سهولة. 1.26 تساوي 1 + 0.2 هو رقم أعشار، + 0.06 هو رقم أجزاء المئة، إن هاد اللي مكتبناش كنعوضوه بالصفر، تساوي 1 + 2/10 لأن 2 رقم أعشار، + 6/100 لأن 6 أجزاء المئة، 19.08 كتساوي 19 + 0.08 لأن هنا 8 هي أجزاء المئة، ما كتبناش الأعشار لأن فيها الصفر بلا ما نكتبوها، تساوي 19 + 8/100 وليس 8/10 لأن 8 هنا ماشي رقم أعشار، رقم أجزاء المئة. أعد كتابة الأعداد بعد التخلص من الأصفار الزائدة. هنا هنا العدد دائما قلت لكم من الاصفار اللي من هذه الجهه، من جهه اليسار ما موراها حتى شي ما قدامها حتى شي عدد كتعتبر اصفار زائده، والاصفار اللي من جهه اليمين بعد الفاصله بطبيعه الحال، بعد الفاصله كنقولها وكناكد عليها كتعتبر اصفار زائده، ما كيكون موراها حتى شي عدد، كان موراها شي عدد لا، ولكن منها يعني ما كاين حتى شي عدد موراها كتسمى اصفار زائده. اذا هنا هادو اصفار زائده، وهذا هنا هذا هو الصفر الزائد وهذا الصفر الزائد، اذا 700.07. هنا عاوتاني هذه اصفار زائده وهذا اللي في الوسط لا ما كتعتبرش اصفار زائده، 503.09، وهنا عاوتاني في هذا العدد هذه اصفار زائده وهذا اللي من هذا الشيء صفر زائد 8.26.